في ضيافة الجن الجزء الأول. البحث عن لقمة العيش من أحد الأسباب التي أبعدت الناس عن مصعد رأسهم، وخالد كذلك هو شاب في مقتبل العمر يعمل حديثا في مدينة تبعد ما يقارب 300 كيلومتر عن مسقط رأسه. في كل عطلة أسبوعية يعود إلى مسقط رأسه، يقضي أياما بين أهله وأحبابه، ثم يعود ليدوب في زحمة العمل. هذا الأسبوع سيخرج من عمله متأخرا قليلا، وذلك لإنجاز عمل إضافي. كل دقيقة يقضيها بين أهله كانت تعني له الكثير، لذلك كان متكدرا من هذا التأخير. هبط الظلام ولم ينهي عمله بعد. فاتته فترة العصر بكل ما فيها من نشاط وحيوية، وربما لن يصل إلا متأخرا، يكون حينها الوقت قد ضاع. ما إن أنهى خالد عمله حتى انطلق راكضا، وصل لسيارته واستغلها. أطلق لها العنان في ذلك الطريق السريع لعله يدرك بعضا مما فاته. لم يمض الكثير على غياب الشمس بعد. بيد أن رحلته ما زالت في بدايتها، زاد إحساسه بالوحدة طول المسافة وغياب القمر وقلة السيارات. وصل إلى نقطة يجب أن يهدئ فيها من سرعته قليلا، فهي منطقة لنقطة تفتيش عسكرية مهجورة وضعت أمامها بعض المطبات الاصطناعية. خفف خالد من سرعته حتى إذا جاوز نقطة التفتيش بدأ يزيد من سرعته تدريجيا. أمامه وعلى الطريق لمح شيئا يتحرك، ربما كان كلبا. أضاء خالد الأنوار العالية لسيارته ليتبين أن ما يتحرك ليس كلبا ولكن إنسان، شخص يقطع الطريق من الجهة الأخرى. نظر إلى الخلف من خلال مرآته ليعطي نفسه الوقت الكافي ليتوقف إن استدعى الأمر ذلك. كان هناك شاحنة كبيرة خلفه، لكنها على مسافة بعيدة نوعا ما. في الجهة المقابلة كانت سيارة أخرى. أضاءت السيارة المقابلة من أنوارها، ما يعني أن صاحبها أيضا قد لاحظ ذلك الشخص الذي يعبر الطريق ببطء. الغريب في الأمر أن الشخص قصير جدا، لا لم يكن شخصا عاديا بل كان طفلا. بدأ يهدئ خالد من سرعته، أما الطفل فما زال في طريق السيارة القادمة
ويتحرك ببطء. عبر الطفل الطريق المقابل وأصبح في طريق خالد مباشرة. نظر خالد من خلال مرآته من الخلف ليجد أن الشاحنة قد اقتربت منه كثيرا. أمام خالد عدة خيارات: أولا يستطيع أن ينحرف بسيارته ويخرج خارج الطريق إلى المنطقة الترابية حتى يتجاوز الطفل، وأيضا يستطيع أن ينحرف قليلا باتجاه السيارات القادمة ويتجاوز الطفل بسلام. المشكلة أن الشاحنة خلف سيارة خالد قد تدهس الطفل، فسائقها لا يعلم بما يحدث. بسرعة قرر خالد في لحظة ما، لم يكن طفلا بل كانت طفلة، فتاة صغيرة، اقترب منها خالد بسيارته فلم تعيرها أي اهتمام. استمر خالد في التخفيف من سرعته حتى إذا واز الفتاة فتح باب سيارته وحملها من ذراعها بسرعة وهو يخرج إلى المنطقة الترابية خارج الطريق، وباب السيارة ما زال مفتوحا. مرت الشاحنة وسائقها يطلق أبواقها بشدة وجها لخالد سيلا من الشتائم. في نفس الوقت عبرت السيارة المقابلة وأبواقها تنطلق بقوة. تنفس خالد الصعداء بعد أن أنقذ الطفل، وأصبح هو أيضا في مأمن من حادث وشيك كاد أن يودي بحياتهما معا. وضع خالد الفتاة في حضنه وهو في دهشة من أمرها. لاحظ خالد أنها خفيفة بخفة ريشة، ينظر إليها بإعجاب ودهشة. فتاة صغيرة في الثانية والنصف أو الثالثة من عمرها، كالقمر، ترتدي جلبابا أبيض مائلا إلى الحمراء، شعرها كستاني اللون ممتد على ظهرها بشكل جديد. شعر خالد بجمالها ولوجهها شعر خالد بجمالها حاول أن ينظر إلى عينيها، لكنها كانت تشيح بوجهها عنه. لم تنظر الفتاة إليه ولم تبكي أيضا، عيناها مفتوحتان تنظر إلى البعيد بهدوء عجيب. لم يكن خالد ينظر إليها فقط، بل كان يشعر بها غير الطفولة، لا شيء في ملامحها، لا خوف، لا رعب، لا ابتسامة ولا حتى تعجب. ملامح جامدة لكنها جميلة. لم يستطع خالد تحديد الغريب فيها، ما يعرفه أنها أجمل طفلة رآها يوما في حياته. براءة
أين أهلها وكيف وصلت إلى هنا؟ هل تراهم من البدو الذين يعيشون في هذه المنطقة؟ وهل يتركون أطفالهم هائمين حول الخضار بهذه الطريقة؟ تلفت خالد يمنة ويسرى، لكنه لم يرى أحدا في أثر الفتاة. قبلها خالد دون شعور منه فأغلقت عينيها. رائحتها عبقة، ليست رائحة عطر أو طيب، بل رائحة العشب الأخضر النبي. قبلها بعمق فاستكانت، قبلها ثانية وثالثة وغطت وجهها بكفيها.